والمشاركة في العملية السياسية. بينما بالنسبة إلى محور الدستور، أكد الجميع على أن الدستور كان من الواجهة أن نتحدث الآلية التي تشكل بها مجد الدستورية. نحن كمركز آسو اليوم نعقد مؤتمرنا الأول، والغاية من هذا المؤتمر هو تحقيق شيئين. أولا هو مؤتمر للمركز، وثانيا هو عبارة عن منتدى أو بانل. من خلال هذا المؤتمر والمجموعات التي سيتم تشكيلها، هذه المجموعات ستقوم بدراسة الدستور السوري ونقل آراء أكبر شريحة من مجتمع شمال شرق سوريا إلى المحافل الدولية وخاصة جنيف، حيث هناك يتم كتابة وصياغة الدستور السوري. هذه الأقاليم يمكن أن تحافظ على نظامها الإداري. أصحابين القرار في نفس الوقت طبعا اليوم نحن بحضورنا مع مركز آسو لهالفعالية، فعالية المؤتمر بخصوص اللجنة الدستورية وبخصوص الدستور السوري القادم. طبعا كل المجريات الحديث تمت عن تقييم اللجنة الدستورية الحالية اللي تم تشكيلها. طبعا نحن كموجودين، أغلب الموجودين اتفقوا على عدم شرعية هكذا لجنة دستورية، لأنها لا تمثل الشارع السوري، لا تمثل الشعب السوري ككل، وبالإضافة إلى إقصاء جزء خاص، جزء كبير من بشكل واضح وممنهج إقصاء منطقة شمال وشرق سوريا. أنا من كل المكونات، من عرب، من كرد، مسلمين، مسيحيين، من كل المكونات، إيصالها بشكل حقيقي لصناع القرار.